انطلاقا منه لنصلح ما بيننا وبين الله ولنتصف بالصفات الإيمانية الحميدة التي كانت لباس الأمة الإسلامية وعمدتها في القرون الغابرة فسادت بها الأمم. فلنستمع الآن إلى طالبين عمار عبد المؤمن وبلدان ليذكرانا بالخصائل الإسلامية الجميلة. سلام الله دنيانا إذا القرآن أحيانا سلام أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا ونور في مفاوزنا وحكم في قضايانا كتاب الله أرشدنا إلى إصلاح مثوانا شربنا المجد من يده أطانينا وألوانا شربنا المجد من يده أطانينا وألوانا معانيه تؤطرنا على الأزمان ريحانا وعلى من مفاخرنا وأصلها شمشانا فضاعفنا عطايانا بلغنا المجد ذروته فضاعفنا عطايانا زرعنا في منابتنا نخيلا حب رمانا وأعطينا لمعوزنا حبيب المال إحسانا زهدنا في مظالمنا وعند زهدنا في مظالمنا وعند الكرب تلقانا نطاق في مساجدنا نفيد الدم هدانا وعند الحرب تنظرنا على الأفراس فرسانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا كتبنا النصر من دمنا على أشلاء قتلانا جعلنا من جماجمنا بشرع الله بنيانا بذلنا النفس في شغب إلى الإسلام قربانا رفعنا الرأي منهبة سراج النصر أزمانا رفعنا الرأي منهبة سراج النصر أزمانا ذمار الحرب نركبها إذا ما الكفر وافانا ونحجي عن مغبتها إلى من الله نجانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا معاني الخير ننشدها ترانيما وألحانا ولا رده دورته ليرجع كل ما كان ولا قلوب الناس تحمانا تلاقينا على رشد ورب العرش طوانا سلوا الأمجاد تعرفنا وتعجب من سجايانا فإنا معشر نجب عرفنا العدل شبانا معاني الخير ننشدها ترانيما وألحانا ما أعجب هذا النشيد لقد محص لنا عمار وولدان من الصفات الحميدة زبدتها